السلام عليكم فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من أحبابه وأوليائه. اللهم نعم. عندي سؤالين شيخ. نعم. الأول يقول: ما رأيكم في من يقول أنه لا يصلى على الميت في المسجد؟ نعم، رأينا أن هذا خطأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه بيضاء في المسجد،